دخلت إحدى بيوت الضيافة بالسلط، وتحديدا بيت الحجية فاطمة، كون بيتها يعني أنا سميته أنه يقع في قلب السلط. يعني أول ما دخلت كلش حسيت أنه مكانها استراتيجي، وطبعا لبستني اللبسة المتعارف عليها اللي هي يسموها الخلقة، كانت كلش ثقيلة بصراحة. ويا لابسات الخلقة عالدرب تريني، وكان بتكن يا بنات لا ضل أغني، لالبس جبر وقال صالطية، واحلف يا مين رجال صالطية، عبيش أحلى من الصالط مهما لفينا، وعلى طريق الصلط يا ما مشينا، وين تعبات الرجلين نمشي عدينا، لا جبل ولا واد صالطية، لا حارة ولا كرات صالطية، أبيش أحلى من الصالط مهما لفينا. الله يسعد صباحك، وأهلا وسهلا بيك ببيت الضيافة بيت فاطمة الزعبي بالصلط. أهلا وسهلا سيد دلال السبيدي قناة التغيير، أهلا وسهلا بيكي وحياكي الله، وأبيش أحلى من الصلط. وأهلا وسهلا بيكي ست قمر الشيخ اللي هي قمر الصلط حبيبتي قلب السلطية كلهم. الله يسعد الله يسعد صباحك، وأبيش أحلى من الصلط. وبقول طلعتنا من جبل عمان يوم الشفا والكمالية، سألتني ربعه البدوان عن حرة ترعى خلاويها، قالوا الصلت زينة البلدان وبيوتها عجب العالي، لو طوبوا لي ثلاث بلدان والله ما بدلهم بالعزرية، يا جدع ويا شارع الميدان يا بركة العامرية. انت لابسة الثوب اللي هو نقول له الخلقة السلطية، اللي السلطيات يتباهون لما يلبسوه. هذا اسمه قرط المرجان. طبعا هاي الخلقة بحب احيطكم علم انها مخيطة بالابرة والخيط، ما استعملوا فيها الماكينة نهائيا. طبعا بتلبس الخلقة على ثلاث طيات. عمر الخلقة هاي بما يعادل 114 سنة. طبعا هاي متواجدة تقريبا لخمس جدات. هاي العصبة السلطية، هون العصبة السلطية اللي هي القديمة الأصلية اللي هي وزنها 3 كيلو. طبعا هذا اللون الأصفر اللي هو خيوط الذهب أو قصب الذهب زي ما بسموه. طبعا وكان إنه ممنوع إنها تبين الإيدين أو الذرعان، كانوا يسموهن زمان إنه لازم تخفيهم وتظهر جمال العنق اللي هي الرقبة بالمجوهرات والحلي، وهاي هي الخلقة السلطية. عزمتنا على ورق عنب والمقلوبة، وهاي طبخاتهم أكلاتهم الشعبية يا جماعة. اللي يريد يأكل ورق عنب يجي هنا بالصلط، لأنه إيش كده أراني ماكلة ورق عنب بحياتي، هنا الطعم يختلف تماما. هاي بزيت الزيتون طبختها، هي بزيت الزيتون قريبة للدومة العراقية اللوب. إيه تشبهها.